اهلا بحضراتكم من جديد. بنفكر حضراتكم ان الحلقه مذاعه على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي على اليوتيوب. كمان شاركونا بالهاشتاج في اي اسئله حضراتكم عايزين تشاركوا بيها معانا على هاشتاج اسال حمدي فتحي. نكمل مع نجم النادي الاهلي ونجم ان شاء الله منتخب مصر في المستقبل الكابتن حمدي فتحي ومشوار النادي الاهلي. حمدي، احنا اتكلمنا على يعني بدايه مرحله تفاوض النادي الاهلي والكابتن محمد فضل والكابتن خالد متولي، لكن عايزين نعرف بقى باقي الكواليس علشان نعيش معاك في الرحله اللي انتهت في الاخر بانتقالك على خير لاحد احلامك وطموحاتك وهي اللعب في النادي الاهلي. بص، زي ما قلت لك انا في الاول ما حصلش نصيب ان انا اجي في الصيف يعني. تمام. ففي يناير كلموني ثاني، حتى انا ما كنتش مضيت في النادي الاهلي، مضيت بعد ماتش بيراميدز اول ماتش في الدوري. كابتن محمد فضل وكابتن علاء عبد الصادق كلموني، وكابتن محمد يوسف برضه كلمني، ورحت مضيت عند الكابتن علاء. تمام. فحتى انا مضيت يعني انا بجد مضيت على بياض يعني، ما اتكلمتش في اي ولا حاجه، ولا اتكلمت في اي حاجه، في اي حاجه، ولا كان ليك اي طلبات خالص. كان طلباتي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. دي حقيقه بجد يعني. فقعدت وقت شويه، ان امبي قال احنا ما عندناش مشكله في الاول ان احنا نبيعك، فطلب كذا لعيب، فالاهلي في لعيبه مش عايز يمشيها، فامبي عايز لعيبه معينه والاهلي عايز لعيبه معينه، ففي الاخر قالوا فلوس. فما اتفقوش في الاول، فامبي طلع بيان ان حمدي مش للبيع والصفقه هتتاجل لنهايه الموسم. فانا بعدها يعني اول مره عديتها، تاني مره لا، قلت لا يعني لازم انا اتكلم. كلمت مع الكابتن علي وكلمت مع الكابتن عبد الناصر، بس الكابتن علي يعني كان وجهه نظره برضو ان هو محتاجني في الفرقه في الاول، وقال لي حتى قال لي في الاول انا عايز كذا لعيب، عايز ثلاث لعيبه باين، فهات لي ثلاث لعيبه، خلوهم يجيبوا لي الثلاث لعيبه دول. تمام. وانا طب انت مالك، وانا ما عنديش مشكله. طب انت مالك. فانا قلت له خلاص يا كابتن، انتوا الناس بتكلمكم ردوا عليهم واتكلموا معاهم وتفاوضوا براحتكم، بس انا عن نفسي لا، مش هقدر اكمل يعني. حتى انا قعدت معاهم في قعده اتكلموا معايا. الكابتن علي على فكره مدربين الكويسين جدا، وانا جداً. انا اتعلمت منه يعني، اتمرنت معاه يعني شهر تقريبا، بس اتعلمت منه حاجات كتير يعني. فقعدت معاهم وقالوا لي تقعد معانا 6 شهور وفي اخر الموسم نشوف يعني. قلت لهم لا، مش هقدر. فقالوا لي يعني ايه وبتاع. قلت لهم لا، مش هقدر. انا قلت لكم انا لو اي نادي تاني، انا هاجي اقول لكم لا انا مش عايز امشي، انا هقعد في انبي وانتوا اللي انتوا عايزينه اعملوه، لو انتوا عايزين تمشوني بقى مشوني. فقلت لهم لا، النادي الاهلي مش هقدر يعني، ما لازم اروح يعني. وقلت له انت حضرتك عارف يا كابتن علي ان انت يعني اشتغلت في النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي وعارف يعني ايه النادي الاهلي. فجت من هنا لهنا، فكابتن علي جه في الاخر قال انا ما عنديش مانع، فدخلوا اتفاوضوا في فلوس بقى. بعد الكلمتين دول كابتن علي حن خلاص. اتفاوضوا في الفلوس بقى، والحمد لله يعني في الاخر كلمت الاستاذ زكريا يعني. الموضوع خد يومين، انا ما كنتش بكلم الاستاذ زكريا خالص. الموضوع خد يومين، حتى انا قبلها توقفت، قعدت 45 يوم تقريبا او شهر ما بتمرنش مع الفرقه، بتمرن لوحدي. فلما كلمت استاذ زكريا بصراحه الموضوع خد شخصيه محترمه جدا يعني، خد يومين وخلص. بس انت حمدي اعلنتها صراحه، قلت انا مش هلعب غير للنادي الاهلي. عايز اعرف ايه سر حبك الشديد قوي والكبير قوي للنادي الاهلي؟ عشان انا من صغري كنت مشجع للنادي الاهلي، بحب ازاي النادي بقى الاهلي. الموضوع ده انا صغير كنت مشجع يعني، انا كنت واحد من الجمهور. تحب النادي الاهلي، كنت بتشجع النادي الاهلي، كنت هل ممكن كنت تروح الاستاد مثلا لو كان في فرصه؟ كانت ممكن ما كانش في فرصه، بس انا لو في ماتش للنادي الاهلي لازم اتفرج عليه يعني. انا في اوقات الاهلي كان في اليابان، كنت ماتشات 9 الصبح كنت بقرب المدرسة اروح اتفرج على الماتش. بجد؟ والله بجد. كنت بتحب مين من الجيل اللي انت اتفرجت عليه وبسببه خلاك تحب وتعشق النادي الاهلي؟ تقريبا اغلبهم يعني، بس الناس اللي كانت بتلعب في المكان يعني. بحب الكابتن من الصغر، بحب الكابتن حسام عاشور جدا والكابتن حسام غالي. بحبه غير بقى الكابتن محمد ابو تريكه والكابتن بركات، الجيل القديم كله يعني بصراحه. كان جيل ما يتعوضش يعني. هو ده اللي